صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. بعد فشلها الدبلوماسي، الجزائر تلعب بورقة الاغتيالات وتحاول تكميم أفواه معارضيها من الصحفيين والسياسيين داخل الوطن وخارجه، كما فعلت مع نشطاء الحراك، حيث تم إحباط محاولة اختطاف المعارض الجزائري هشام عبود في إسبانيا المعروف بانتقاداته للنظام الجزائري. تعرض للاختطاف في برشلونة محتجزا في فيلا بهدف نقله لاحقا إلى الجزائر، وتم إنقاذه بعد عملية نفذتها الشرطة الإسبانية بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، وألقي القبض على 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في العملية، بينما تعرض هشام للتعذيب والاعتداء الجسدي خلال عملية اختطافه. وفي أول ظهور علني له بعد اختفائه مباشرة عند وصوله إلى إسبانيا قادما إليها من فرنسا، خرج الناشط والصحفي الجزائري المعارض ليطل على متابعيه عبر قناة مواطنه أنور مالك على منصة اليوتيوب بسبب عدم قدرته للوصول لقناته الخاصة بعد سرقة هاتفه وكل ما كان يملك، حيث أكد أن عملية اختطافه تمت في إطار صفقة بين المخابرات الجزائرية ومنظمة إرهابية دولية تنشط في إسبانيا. وذكر عبود أن استعانة مخابرات الجزائر التي وصفها بالإرهابية بمنظمة من هذا النوع كان بهدف مسح أثر تورط أجهزة المخابرات في بلاده في عملية اختطافه، قائلا: ليس لدي أي عدو، وليست هناك أي جهة مستعدة لدفع ثمن باهظ لمنظمة إرهابية لاختطافي إلا النظام الجزائري. لم يسلم حتى الفنانون من الاتهامات بالخيانة والتجسس، فحسب الإعلامي الجزائري المعارض عبد السمار، فإن محامي الشاب خالد في باريس تلقى إشعارا من المحكمة العسكرية في البليدة يوم الجمعة يفيد بأن الفنان موضوع مذكرة بحث وطنية ويواجه تهمة بالتجسس لصالح دولة معادية، في إشارة إلى المغرب الذي يحمل جنسيته ويعيش فيه بشكل متقطع لسنوات. كما أضاف السمار أن الشاب خالد يواجه اتهامات بالتعاون مع الأخوين توفيق وبعلان بن ناصر نجلي الجنرال الراحل العربي بن ناصر لنقل معلومات حساسة وسرية للغاية من الجزائر إلى السلطات المغربية. محاولة اختطاف المعارض الجزائري هشام عبود خطوة زادت من تعقيد العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، وأوضحت أن الجزائر تفكر في نهج سياسة تكميم الأفواه مستقبلاً.